في مؤشر جديد ينذر بالمزيد من العنف، وضبط أفراد الأمن في نقطة تفتيش ديفان بمحافظة عمران شحنة جديدة من الأسلحة التركية المهربة وتحرزوا عليها إلى جانب سائق الحافلة التي كانت تقلها. زادت في الأونة الأخيرة محاولات تهريب الأسلحة إلى اليمن. آخر هذه المحاولات أحبطها أفراد نقطة التفتيش الأمني في منطقة ذيفان الواقعة على طريق صنعاء صعطة. شحنة الأسلحة المضبوطة كانت مخفية في خزانات محكمة تحت مقاعد حافلة ركاب قادمة من صنعاء. وهذا شيء يعني يبعث يدل على ايضا يقظة رجال الامن. وفي النهايه ايضا نحن ايضا هنا نقدم شكرا وتقديرنا للجهات التي رصدت وبلغت والاولئك الابطال الذين ايضا ضبطوا 1732 قطعه مسدس تركي الصنع هي محصله شحنه الاسلحه التركيه الجديده المضبوطة أثناء عملية التفتيش الروتينية للسيارات المارة. تبلغنا بسيارة باص نص حافلة هايص خارجة من صنعاء تحمل كمية من الأسلحة، فتم نشر الأفراد والبحث والتحري والتدقيق والتفتيش الدقيق، وتم وجود الكمية من الأسلحة وهي 1732 قطعة مسدس ربع تركي. المسدسات المضبوطة تم التحفظ عليها وإيداعها إدارة أمن محافظة عمران، فيما التحقيقات لا تزال جارية مع سائق الحافلة لمعرفة مصدر الأسلحة والجهة التي تقف وراءها. تم إبلاغنا من العمليات عن باص هايس 2006 يحمل تحت الكراسي شحنة من الأسلحة، فتم التفتيش الدقيق على جميع السيارات وعلى جميع الباصات، وتم اكتشاف الأسلحة الموجودة تحت كراسي الحافلة، وتم من قبل راعي الباص بعرض مغري لأفراد النقطة بحوالي 20 مليون ريال، فتم رفض هذا المبلغ. أسلحة كثيرة ومتنوعة يتواصل تهريبها إلى البلاد، وتعلن كميات المضبوط منها نذر حرب أو فتنة يضمرها البعض. لكن السؤال الذي لا يجد له إجابة، حتى متى ولمصلحة من؟ محمد الموهبي، قناة اليمن اليوم، محافظة عمران.